بالبنت العريض. نجموا تتفاعلوا معنا على صفحتنا استوديو الوطنية أو صفحة البرنامج راديو ناسيونال. تحياتي لكامل فريق استوديو الوطنية، حميد في التنسيق، وهبيل واعر في الإخراج، دالي وزهري أمنون لايف ستريمينج، وطبعا فريق الأعداد ذي سامي ورفيق. مجددا مرحبا رفيق بالبنت العريض معك. مرحبا زينة. البداية بالطبيعة بالحادثة الأليمة اللي شهدتها سواحل جزيرة جربة البارح الفجر. نحكيه على حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية تقريبا في سابقة في سواحل جزيرة جربة. المعطيات المتوفرة حتى التوى وحسب ما كانت أعلنت عليها الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها في فيسبوك، فأنه تم البارح الصباح إشعار وحدات الحرس البحري في الجزيرة بخروج 4 أشخاص. كان في الإشعار الأولاني العدد كانوا أبحروا بطريقة غير نظامية. بعد تلقي الإشعار مشيت الوحدات المعنية على عين المكان لتقديم المساعدة، وين تبين أنه الموضوع يتعلق بحادث غرق مركب بحري كانوا فيه ما بين 57 و60 شخص توانسة وأجانب. نطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي كان أكد في آخر تصريحاته أنه تم إنقاذ 31 شخص، في المقابل تم انتشال جثث 15 شخص آخرين من بينهم 3 رضع وأطفال ونساء في حادثة غرق المركب هذا اللي صارت مش بعيد على سواحل الشاطئ العمومي في حومة السوق في جربة من ولاية مدنين. العميد جبابلي أشار كون عملية البحث على المفقودين ما زالت حتى اللحظة متواصلة بمجهودات من الحرس البحري، الحماية المدنية، جيش البحر وطائرة مروحية من الحرس الوطني، مع توسيع دائرة التمشيط اليوم الصباح وين انضفت لها 4 فرق غطس من الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر للبحث عن المفقودين. فما مفقودين اخرين البارح بعد شويه وكيل الجمهورية تعطينا التفاصيل قديش العدد على قديش البحث متواصل، ولكن نبدا معاك قبل ما نرجع في بالتفاصيل. جربة في حد ذاتها عادة ما هيش منطقة للعبور او للحرقة خالد كورونا. اي معروف انه جربة ماهيش منصة انطلاق لرحلات الموت كذلك، ولكن ما ثم حتى منطقة تنجم معناها تكون مستبعدة من تنظيم هذه الرحلات، يعني رغم انه الحادث ربما يكشف عليه التحقيق، الحادث فيه جوانب غريبة شوية، لانه مثلا المنطقة اللي منطقة الغرق هي منطقة قريبة من السواحل، ومعناها المياه ماهيش مياه اللي تشبه اللي المياه اللي ديما تصير فيها حوادث كبيره، يعني ثم غموض حول يعني في الجانب العمليه بحد ذاتها. لكن دائما الاهم ان ننظر للمساله في شموليتها، لانه احنا في نهايه المطاف الجانب المهم ان اغلبيه الذين كانوا في هذه الرحله حسب ما قيل توانسة، وما همش من جنسيات اخرى، الغالبيه الساحقه توانسه. ايش معناها باكثر تفاصيل خالد كورونا في الموضوع؟ نستسمحكم نرفع لحضراتكم اذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. بالبنت العريض، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. بالبنت العريض ما زلنا مصلين معكم، عودة على حادثة غرق المركب البارح في هجرة غير نظامية، في عملية حرقة أو في عملية الحقيقة منيش عارفين تفاصيلها، قديش من شخص كان في المركب، على قديش ما زالوا وحدة الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر يبحثوا في عملية عن المفقودين. التفاصيل هذه كل يجاوبنا عليها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش سيد رئيس تحياتي، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية. صباح النور للناس كله، مرحبا بك. تحياتي في آخر الحصيلة المحينة، قديش تم انتشال من جثة رئيس؟ تو آخر حصيلة محينة تم انتشال 15 جثة بما فيهم يعني نساء ورجال وأطفال، بما فيهم الأطفال رفع. وقديش من شخص تم إنقاذه على قيد الحياة له؟ اللي تم إنقاذه من قيد الحياة حوالي بالضبط 31 شخص. وعندنا واحد مفقود ما زال ما نعرفوش عندنا حي ولا متوفي. يعني تقريبا تعرفوا قديش كان في المركب بالحصيلة هذه؟ توا المؤكد اللي كونوا في المركب كانوا حوالي 47. 47 العدد هذا ممكن يزيد لكن ما ينقصش. دونك عنا 47، مازال جاري البحث حاليا على مفقود واحد، 15 جثة، 31 الحمد لله تم إنقاذهم الحمد لله. ورئيس اليوم حسب المعلومات نحب نتأكدوا منك، هل فعلا كان فما عائلة كاملة في عملية الحرقة توفيت باستثناء طفل 6 سنين؟ تم عائلة كاملة، الأب والأم والصغير تحما توفوا في عملية الحرق. هذا أوليا، ربما ثم حتى عائلة أخرى، خاطر احنا توا عملية الإنقاذ تمت والحمد لله فيما يتعلق بال 31 عائلة، في 31 شخص بما فيهم نساء وأطفال ورجال، ولكن ربما زاد الأبحاث الكشف عن الهويات جملة المتوفين وجملة الناجين نجم يعطونا معطيات أخرى. دونك منع منهم العائلة هذه وليد برك 6 سنين عمر. طبعا مبدئيا انا اللي نعرف ونعطيك المعلومات الصحيحه هي كونه ثم عائله فيها الراجل ومرته والوليد توفى، وثم عائلات زاد منهم منهم فهمت. فما ابحاث جاريه الان، وهل تم الاستماع ربما لعدد من الناس اللي كانوا في الحلقه وتم انقاذهم؟ بطبيعه الحال هي تو انطلقت الابحاث من يوم امس صباحا، وعهدنا بها في بدايه الامر ورقة الإرشاد البحري التابعة لإقليم الحرس البحري بمنطقة الحرس البحري بجربة. نعم. والأبحاث أسفرت بحمد الله عن العديد من النقاط، من ضمنها هي أن المجموعة هذه متركبة حاليا بما يقدر ب 47 شخص. حاولت الإبحار خلصة من جهة الساحل الشرقي لمدينة حمص السوق جربة، إلا أنها بتوغلها حوالي 100-150 متر البحر غرق المركب حسب المعطيات الأولية اللي هي ماهيش مؤكدة، لكن تبقى نسبة كبيرة مؤكدة لكون الغرق تم على أثر أن المركب هذا فيه سير شارج. فوالا فهمت، خاطر المياه ماهيش عميقة فريمون، لا هي شوف مش كاية المياه عميقة ولا مش عميقة، ما تعرف لو أنت نحكوا بالمفهوم الشعبي. نعم. الإنسان ما نجمش يعوم
حتى في نقول احنا بلغتنا الدارجه في شبرماي يغرق صحيح دين دوتر زيد في الجهه الاخرى انه الطقس ثم نو فهمت ثم ريح ثم نو دونك ما ساعدش واهم حاجه حسب المعطيات الاوليه من خلال الابحاث الاوليه هي السيرشارج. اليوم نحكيو على قديش من وسيط تم ايقافه سيد رئيس؟ تو تم ايقاف حاليا 4 اشخاص مشتبه فيهم والبحث جاري على 3 اخرين يعدوا من المنظمين اعمارهم كبار يعني فوق سن الرشد القانوني وفيهم هم محل تفتيش. في نفس الاطار تم حجز 2 سيارات، 2 حجزناهم في جربه وسيارة ثالثة رفع حجمها في مدينة فقس. منين جاوا ال 47 اللي كانوا مبرمجين يحفظوا؟ والله تو هما ال 47 اللي كانوا مبرمجين ممكن 47 ولا أكثر كما قلنا بالكريكة. نعم. جاوا من كافة أنحاء البلاد، جاوا من قفصة، من قلي، من قابس، من صفاقس، من قروان، من العالية، من بنزرت، من جربة، فهمت؟ يعني خليط. من كامل الجهات التونسيه. وتم ايوائهم فين بالضبط؟ من طرف المنظمين حاليا حسب الابحاث اللي ديما نقولوا الاوليه نعم ان وقع تجميعهم في 4 مساكن في حومه السوق جربه. نصور العمليه هذه مش باش تاخذ نهار ولا على الاقل لازمها تاخذ 3 4 ايام في مساكن معناها تم كراء تم تسويقها تسويق على وجه الكراء مش في مش في وتله كما سمعنا في الليفاسيون. لا المعلومه اللي عندي انا المعلومه اللي عندنا هي ان تم تسويقهم تسويق محلات معده للغرض من نعم. مفروشه والا غير مفروشه في مناطق في مدينه حمص. هذه تو المعلومات اللي موجوده عندنا. المعلومة الأخرى تقول أنت كيفاش تنقلوا من حمص السوق للمنطقة هذه اللي تبعد على مكان انطلاق المركز اللي هي حوالي 10 كيلومتر ونص، نقلوا عن طريق السيارات هذه اللي تم حجها. وعادة سيد وكيل الجمهورية اليوم جربة ما هيش من المناطق اللي تعودنا نسمع فيها حرقة كما مناطق أخرى، علاش تم التوجه ربما؟ هي جربة سهرة وفيها حرقة لكن في بتدخل القوات يتصدوا لها على مستوى الشريط الساحلي نعم. تم احباط العديد من الرحلات ومن الهجره الغير نظاميه. في اثناء العمليات ما زلت متواصله للبحث عن الشخص اللي نكدوا بها ان العمليات ما زلت متواصله بتدخل مباشر من الحرس البحري اقليم الحرس كامل اقليم الحرس البحري بجربه وبإسناد من الجيش الوطني وقوات الحماية المدنية نعم وحاليا تو كما قلنا وقع إنقاذ 31 شخص حسب المعطيات اللي ناخذ فيها ديما زاد من جماعة الناجين الأشخاص اللي منعوا فهمتي ولا اللي كونوا ما نجموش يحددوا العدد بالضبط أغلبهم يعرفوش بعضهم المشاركين عدد المشاركين ما نجموش نحددوه بالضبط أما المؤكد اللي تو اللي ما عندنا هو 47 واحد ينجم يزيد العدد هذا. بالنسبه للي تم انقاذهم رئيس هل فما اشخاص في حاله صحيه ربما نجم نقولوا عليها تعبه شويه او حاجه؟ والله تو الاغلبيه كلهم في حالتهم صحيه ما فماش ما ردناش اللي يكونوا في حاله صحيه غير يعني غير مستقره. الاغلبيه انا ديجا حتى انا تنقلت امس المغرب على عين مكان بعد ما كملت الخدمه مباشره تنقلت على عين مكان منطقه الحرس البحري بحمصوق وعينت العديد من العائلات وعينت الاشخاص الناجين وحاولنا باش نقوا على عن كثب عن قرب من تبشير مباشره في الموضوع قاعدين نتابعوا فيه. ما ثماش حالات يعني ناس يعني مريضه ولا في المستشفى في حاله انهاش ولا. وكلهم توانسه جنسيتهم تونسيه. اللي توفى وكلهم توانسه ما عدا واحد مغربي. وثم 2 مغاربه على قيد الحياه حاليا. وبالنسبه للناجين كيف كيف؟ بين مغاربه وتوانسه كهو. بين مغاربه وتونس حاليا تو الابحاث وصلت لتحديد الاغلبيه تونس في جوز جنسيه مختلفه يبدو انها مغربيه. مساحه الاخبار اللي تتحدث عن انه فما واحد من الناجين تم ايوائه بالمستشفى ثم هرب. لا هذاك مش معلومه هذاك وصلتنا وتبعنا احنا تو شفته حتى خطاب سيد الرئيس البارح تبعناه وتبعنا محتواه وتفاعلنا معه بصفه نعم جديه ولا لنهايه الاحكام يقولوا فيها. لا الاخبار هذاك واحد من المشاركين في الحرقه مشى للسبيطار باش يداوي روحه وبالتالي خاف وهرب فهمت ماهوش ما مشاش حرق من الاساس عندنا ماهوش يعني من المنظمين فهمت هو من المشاركين نعم
هو من المشاركين. يديك الصحة من المشاركين. واضح، شكرا لك سيد رئيس أو وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سيفات حبكوش على كل التفاصيل من هذه، يعطيك صحة على حسن التفاعل الإيجابي. شكرا رئيس، تحياتي، ربي عونكم. وفيتكم تصريح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تلقاوه كاملا على صفحتنا، صفحة الإذاعة الوطنية غاديو ناسيونال، الإذاعة الوطنية التونسية، وصفحة البرنامج استوديو الوطني. نرجع لك خالد كلونا، كما كنت تسمع في السيد وكيل الجمهورية، حاليا جاري البحث عن ثلاثة منظمين من الحرق، تم إيقاف أربعة انتيغميديغ، أربعة وسطاء، حجزوا السيارات، وتقريبا الحصيلة ثقيلة شوية، 15 جثة من بينهم رضع ونساء، والحمد لله تم إنقاذ 31، والجنسيات توينسة وثلاثة مغاربة، واحد ربي يرحم، وزوز تم إنقاذهم من جملة اللي أنقذوهم. أولا نترحموا على الناس اللي توفوا. نعم. في نهاية المطاف هذا حادث من جملة مجموعة كبيرة من الحوادث اللي صارت في بلادنا واللي تصير في البلدان المجاورة، اللي أهم من طول الجوانب الرياضية معنا باش نتركوها للسلطات اللي تباشر أبحاث لتحديد المسؤوليات، لأنه في نهاية المطاف العمليات هذه ديما فما مجموعات، ثم ناس تنظم، وثم ناس تقبض أثمان، وثم ناس يعني شبكة كاملة تدخل ضمن شبكات الاتجار بالبشر اللي هي يجرمها القانون. نعم. لكن الشيء المؤلم كما كنا نسمع توها في سيد وكيل الجمهورية اللي هذه ظاهرة سوسيولوجية جديدة، لأنه كي نرجعوا بالزمن 20 ولا 25 سنة إلى الوراء، وقت اللي بدأت ثم الظواهر هذه تنتشر، كانت تتهم فئة مربوطة خاصة فئة الشباب، والشباب من الرجال يعني من الشبان. شوفي التغيرات السوسيولوجية اللي صارت توا، ولات البو يهز معاه مولود صغير، يهز معاه بيبي، الأم تركب معاه. رينا في حوادث أخرى سابقة، رينا ناس موظفين مشاو، رينا الناس عندهم معناها يعني مركز اجتماعي، وعندهم استقرار اجتماعي، عندهم يخدم، عنده شهريه. نعم. وهذه ما كانتش قبل. ايش معناها؟ رينا الدراسه اللي عملها الاستاذ نجيب بوطالب في السنه الماضيه اظن على الحرقه، عدد الناس اللي سافروا في بطرق غير شرعيه من ولايه واحده تطاوين، يظهر لي العدد 12,000 اذا كان ما خانتنيش الذاكره في دراسه الاستاذ الدكتور نجيب بوطالب. صحيح. اللي هي حكايه مرعبه، يعني كيف نخرج من الحدث الوحيد وننظر للظاهره بصفه عامه، شنو هي المرد نتاعها؟ المرد نتاعها وقت اللي تولي خارقه للاعمار، وخارقه للاصناف الاجتماعيه، اللي يخدم واللي ما يخدمش، واللي كبير واللي صغير، واللي بيبي واللي راجل واللي امراه، الكل حارقين. شنو معناها؟ معناها ثم مشكل عندنا في المجتمع، معناها ثم شعور عام بانسداد الأفق، معناها ثم رغبة في البحث عن أرض جديدة تأوينا، يعني كأننا نريد أن ندير الظهر للأرض التي أنجبتنا. يعني ثم حكاية أخطر، وهذه فيها مسؤولية كبيرة للمدرسة، ومسؤولية كبيرة للإعلام، ومسؤولية كبيرة بالأساس للأوضاع العامة، لأن هي دليل على أن الناس مع اتخنقت العباد. نعم. وهذاك علاش في كل البلدان اللي تلاحظوا فيها موجات هجرية غير نظامية هي بلدان الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فيها سيئة. وقت اللي نتلفتوا احنا وهذا أثرناه في الكثير من المرات حتى في هذا البرنامج، نتلفتوا على مؤشرات مستوى العيش، مؤشرات جودة الحياة، يعني الأجر الأدنى اللي بين ظفرين يسموا فيه مضمون اللي هو مش مضمون، ونقارنوه بما يجري في البلدان المجاورة. مش لازم نقارنوا روحنا بأوروبا ولا بكندا ولا بأمريكا ولا بالسياد، نقارنوا بالبلدان اللي بجنبنا، نلقاو لي احنا مازلنا بعاد ياسر. هذاك علاش الإصلاحات الاقتصادية والتحسين ظروف حياة الناس هو الأساس في يعني مواجهة هذه المشاكل الذي وما هوش الحل أمني. الحل الأمني جزء من الحل. خالد كلونا، أنت تحدثت تقول فما عبيد تخلص عندها شهرية، شنو اللي لزها باش تحرق؟ ايه؟ نجيبك مثلا، الناس ما يخطق روضات وسيء، حكينا فيه الموضوع حتى ذاكر، يطلع لك تمام 40% اللي المفروض تقعد لك ما عادش تلقاها، هاي تقول هيت خلينا نجرب حظي، كان اللي هو الحقيقة ما نشجعوش عليها الحرقة، وهذا معناها شر من المفروض كنا نحكيه في ما أحسن لتحسين الوضعيات، ولكن
سبب، هي علاقه سبب بنتيجه، ما نجموش نهربوا منها من الواقع وما تنجمش تبسطها اكثر. شنو اللي يخلي بو ياخذ ريسك هز عائله كامله، مش حتى هو مثلا يحرق ويقول هيا كان عشت كان ما عشتش، وان شاء الله نتمنوا السلامه للجميع، ولكن عائلاتي يبيعوا ذهبهم ويحرقوا اولادهم. من بعد كنت اتذكر ايضا فما الناس اللي تمنع واللي تشجع على الحرق، الفيديوهات اللي كانت تجينا من عمق البحار ولا كيوصلوا ويغنيوا وهاي اخلطوا يا حومه، اخلطوا يا عرش، اخلطوا يا فلان يا فلان. هذا كل وقت نخليو لي فيديو هذو يدوروا على لي ريزو سوسيو، وما عادش تلقى كيما ما نشجعوش عليها مع عمر 404 رفيق كنت تذكر اللي هم مطلوب في الحالات هذه. انت حرقت وباه وربي كتب لك النجاة والسلامة، علاش تشجع في غيرك باش يحرق؟ أولا كيف هو حرق وحتى إن كتبت له السلامة في البحر فليس يعني ذلك ستكتب له السلامة في البر في البرار التي يذهب إليها، لأنه خد المشكل راهو مشكل، هو مربوط صعب علاقة الشمال بالجنوب، ثم مشاكل أعمق نحب نتعمق فيها شوي. هو علاش ثم هجرة غير نظامية؟ على خاطر قالوا لنا اللي العالم صار قرية صغيرة، وقالوا لنا اللي ثم حاجة اسمها العولمة. نعم، وللعولمة تعني حرية التنقل. أما هم حرية التنقل شنو؟ حرية التنقل لرساميلهم، حرية التنقل لشركاتهم، يعني حرية التنقل صحيح. لما يمكن أن يأخذوه منا وأن ينهبوه منا. أما وحرية التنقل اللي مهمة زادة، ينجموا يجيوا بأقل الأسوام، في بعض البلدان يدخلوا ببطاقة هوية برك، بطاقة تعريف برك، حتى باسبور مش مطلوب في بعض البلدان تاع العالم الثالث. والعملية العكسية يعني من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال، لا نسكروا الأسوار ونحطوا أنظمة متاع نظم متاع تأشيرات يعني شديدة الصرامة وشديدة الصرامة، وزيد حتى كتبدا مش صار ما تبدأ فيها مس بالمعطيات الشخصيه، معناها سيادتك باش تمشي تسافر البلد الاوروبي ولان وضعك زعما مستقر وعندك شهريه وعندك كذا، يعرفوا عليك كل شيء قبل ما يستقبلوك في 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 في, في ارضهم قبل حتى تقول يعني القضيه بالنسبه لنا لازم نفهموها اللي هي ثم مشكل اولا بين تفاوت بين معناها بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وثم مشكل في التنميه عندنا احنا. ما لم يحل موضوع التنميه، ما لم تنشا عندنا خيارات اقتصاديه واجتماعيه جديده يمكن ان تعيد الى البلد بريقه. وحاجه اخرى، نعم. شوف الاستمارات اللي تعملت انت في اوساط التلامذه واوساط الطلبه، كان الصحفيين يمشوا يعملوا استماره في اوساط الشبان، يقولوا يسالوا سؤال واحد يجاوب عليه بنعم او لا، لو كانت توفر لك فرصه باش تخرج من تونس تقعد ولا؟ تو نلقاو للاسف الشديد الى الغالبيه باش يجاوبوا لا. وقت اللي تحكي انت على لي ريزو سوسيو، واحده من الصور التي تؤلمني انا شخصيا، نعم. كي نشوفها يصوروا الباب نتاع باب السفر في المطار، باب الديبار، ويقولوا لي هذا احسن باب في البلاد. ايش معناها؟ معناها الناس الى حد الان كل النخب وكل السياسيين، اقول الكل دون استثناء، وكل المشتغلين في هذا المجال، المجالات المختلفه اللي تنجم تخلق حاله من القبول والمقبوليه لحياتهم الاجتماعيه، فشلوا في انهم يرسموا ثقافة تواجه ثقافة الرحيل، ونزيدوها رحيل الأدمغة. وبعد واللي قعدوا لهنا واللي قراوا ورجعوا مهندسين، وإلا صرفت عليهم المجموعة الوطنية، رجع مهندس ولا رجع طبيب ولا رجع مهندس في الإعلامية، اي شنو وين قاعدين يمشيوا تو؟ سبيطاراتنا فارغة والطب البرة، المهندسين اللي هم المفروض نظلمهم زاد، فما ناس خيرت البقاء ومشكورين، ولكن نرجع لك في عمليه الحرقه في حد ذاتها. قبيله سالنا وكيل الجمهوريه بمدنين، قلنا له ماناش نسمعوا عاده انه جربه منطقه حرقه، قال لي ما كنتش تسمعوا خاطر نحن نتصدوا لها، اما راهي موجوده كمان على العكس، معناها ما كنا نعتقدوا انه الناس ما تحرقش من جربه، ولكن فما عمليات بكثره، فما عمليه مدنين صارت عمليه مشابهه تقريبا بتاع حادث جرجيس، حادث غرق مركب جرجيس. واليوم ما عادش نحكيوا على هذه منطقه عبور وهذه منطقه حرقه، وهذه في اي مكان تلقى الناس اللي تاجر لانه يطلع يهبط في الاخر التجار بالبشر. ربما الحادث هاربين ثلاثه حسب معناها ما سمعنا من السيد وكيل الجمهوريه، نعم، حسب التحقيقات الأولية يعني بطبيعة الحال. الشيء اللي معناها غريب في هذا الحادث أنه يصير الحادث على بعد أمتار من موضع الانطلاق، على خاطر قال لك سيخ شارج إيه هذا تقريبا 47. أنا شخصيا في كل الحوادث التي سمعت عنها اللي صارت، وهي حوادث مؤلمة للأسف الشديد وديما كانوا فيها ضحايا، عادة الحوادث هذه حتى كي يبدأ ثم يعني العدد متاع الناس اللي يستقلوا المركب كبير تصير
بعد ما ينطلق بعض الاميال البحريه ماهوش في راك نقولوا 150 متر معناها كان مشينا قصينا النهج ورجعنا. عقلك وحده 31 منو على خاطر البحر ما كانش غارق وخاطر الحمد لله تم اسعافهم وانقاذهم وفيهم شكون يعرف يعوم والاخرين ما عرفش عامل غلط. طب ثم رجع سباحه للنشاط خاطر المسافه قريبه. لكن ثم ملاحظه انه وقت اللي يقول مغاربه عندك انا كنت اتوقع ربما يمشي يقول افارقه مثلا موجودين في الحرقه. قال فما ثلاثه مغاربه واحد ربي يرحمه زوز مغاربه منعوا شو اللي خليه يجي من المغرب لتونس باش يحرق ما لقاش كيفاش يحرق في اسبانيا اقرب له معناها اي ما لقاش حتى اسبانيا كيف حتى في المغرب تمشي تشوف قيود مشده اكثر اي وتشوف المشاغل اللي عند السلطات المغربيه في مواجهه الهجره غير النظاميه والاتفاقيات التي تم امضائها مع اسبانيا نفس الموضوع. لكن ثم ملاحظه صغيره وقت اللي سمعنا السيد وكيل الجمهوريه يقول ما سمعتوش قبل على خاطر ثم التصدي على خاطر تم التصدي من جهه وعلى خاطر ثم برشا رحلات معناها نتيجه التركيبه الاجتماعيه برشا رحلات سامحوني في اللفظه في اي بي معناها بوسائل بحريه بوسائل بحريه متطوره وكلفتها عاليه حسب ما يقولوا الناس كلفتها عاليه جدا وما ثماش فيها سيرشارج على خاطر العدد قليل وهذوما جماعه مضخمين يعملوا حرقه لوكسيوز دونك معناها شوف هي الحكايه ماساويه والله ثم عائلات ثم عائلات كما قلت انت قبيله مدخراتهم يعطوه يعطيه لولده والام تبيع مصوغها احيانا معناها كنت جيت تخمم فيها شنو معناها يعملوا في مغامره في حاجه مش مضمونه شنو معناها 30 ولا 40 مليون الذهب اللي بعتهم في عمر صغيرها ولا في الروح البشريه في حد ذاتها اللي كيما ينجم يمكن النسبة الأكبر والأخطر أنه تنجم تفقد ولدها وهي دفعت الفلوس باش تفقد ولدها لكن في حد ذاته ساعات تجي تلوم تعذر نعاود نقول أنا مانيش اللي نشجع على الحرقة وإن شاء الله يتصدوا لهم من قبل حتى ما يوصلوا يركبوا في احنا نحبوا نتصدوا لهم اجتماعيا ولكن اجتماعيا استمالي أنه الظاهرة هذه صحيح فيها مقاربة أمنية ولكن تبقى المقاربة الأمنية جزء من مقاربة شاملة من المفروض تصير شوية من العائلات شوية من الوضع الاجتماعي تحسين اليوم رفيق كان يجي انسان يخدم مثلا رفيق ناخذك مثال كموظف وشاب في مقتبل العمر في بلد يطيب فيها العيش تحب كما رفيق قول له احرق الشاب في مقتبل العمر قول لهم لي اكيد لا اكيد لا لانه اكيد لا لانه الاشكال الاجتماعي كما موجود ممكن في بعض الجوانب في تونس هو موجود زاد في بعض الدول الاوروبيه يعني اليوم اجتماعيا فما عائلات تونسيه نعرفهم حتى شخصيا مستقرين عندهم سنوات في بعض الدول في الاتحاد الاوروبي واليوم يقولوا كونوا الوضعيه زاد راهي ماهيش سهله معناها في بعض الدول الاوروبيه زاد المعيشه غاليه يلزم الناس كما نقولوا بلغتنا تستحايل مع الدنيا باش تنجم تعيش والناس اللي قاعده تحرق راهو ماهيش لافيون غوست تستنى فيهم بالضبط هذا هو يعني مش الناس الكل قاعده تمشي الى الرخاء والغيره وفما برشا زينا سامحني يهزوا صغارهم خالد كرونه قبيل انت تتسال وتقول علاش صغارهم خاطر كي تدخل بصغير بك الصغير هذاك هو الباسبور نتاعك في بلد اوروبي باش تاخذ الاقامه واللجوء وغيره فالقصه ساعات ربي يفرج وفما برشا يدفعوا يعني 10 ولا 15 مليون وبعد يتم ضبطهم ثلاثة تعرفك عندك 15 مليون علاش تعملش بيه مشروع يتم صغير يتم ضبطهم واحتجازهم لمدة 3-4 أيام ثم يتم ترحيلهم مباشرة مع شطبهم من قائمة الناس اللي عندها إمكانية باش تدخل لفضاء شنغان ولدول الاتحاد الأوروبي يعني معضلة الحرقة في كل مرة نحكي وبلاتوات ومازال الموضوع على حاله هذه أزمة عالمية تقريبا كما يجيونا عباد يخرجوا من عنا عباد والموضوع يظهر لي خالد كرونة يستحق ساعات وساعات مش درجين باش نحكيو فيه في الأثناء قانون المالية اليوم رئيس الجمهورية في اجتماعه البارح برئيس الحكومة يأكد أنه مشروع المالية العام الجاي 2025 لازم يكون في حريص على تحقيق توازنات المالية واختيارات الوطنية للبلاد رفيق نحكي على لقاء زين البارح في قصر كارتاج كان جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة كمال المدوري مجموعة من التوصيات كانت من رئيس الدولة في اللقاء هذا من بينها ضرورة كونه يكون مشروع قانون المالية قائم لا على تحقيق التوازنات المالية حسب اختيارات البلاد الوطنية فقط لكن زاد على تحقيق
العدالة الاجتماعية. رئيس الدولة تحدث في اللقاء هذا برئيس الحكومة على نظام الضريبة التصاعدي اللي قال أنه عديد التجارب المقارنة أثبتت نجاعته في تحقيق العدالة والإنصاف. بالنسبة لرئيس الجمهورية تحقيقهم يقتضي أن الناس الكل تساهم في نظام ضريبي شفاف وعادل. من بين النقاط الأخرى زادة اللي كان شدد عليها رئيس الدولة حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية ضرورة كونه تم في قانون المالية لعام 2025 مراجعة عدد من المعاليم الديوانية، إحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن شغل وصندوق آخر للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. في الأثناء كان تقرر البارح في ختام أعمال مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري الإذن باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لعام 2025 وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة تمهيدا لحالته على البرلمان في الأجال الدستورية. يقول بلاغ رئاسة الحكومة كونه من بين أهم الإجراءات تكريس خيار العدالة الجبائية، تعزيز القدرة الشرائية، تحفيز الاستثمار ودعم أسس الدولة الاجتماعية. نرجع لك خالد كرون اليوم إلى ما تحدث عنه رئيس الجمهورية البارح مع رئيس الحكومة في علاقة بنظام الضريبة التصاعدي. شو معناها نظام ضريبة تصاعدي؟ هي الضريبة أو الضرائب المدفوعة مع الدخل الشخصي. قل لك هنا اليوم تقريبا الموظفين العموميين والموظف جنرال خاصة في القطاع العمومي والقطاع العام الوظيفة العمومية يدفعوا في ضرائب أكثر من الناس اللي الليبرال مثلا اللي يقول لك علاش انا الضريبه نتاعي ندفعها اكثر. هل نظام الضرائب او الضريبه التصاعد يتحدث عنه رئيس الجمهوريه هو مراجعه التفاوت هذا؟ علاش انا في القطاع الخاص وانا نخدم خاص على روحي نلقاك انت كموظف عمومي شهريتك عند الدوله تدفع انت ضرائب اكثر مني انا اللي ندخل اكثر منك مدخول مثلا؟ تو وقت اللي يطرح في كل عام في مثل هذا الزمان التفكير في مشروع الميزانيه، وفي كل عام ثم برشا حديث على مشاريع براقة وكذلك عمليا وهذا نضربتوه حتى بالموضوع اللي كنا فيه، احنا كنا نحكيه على الحرقة كيفاش هي الأسباب معناها في جانب كبير منها مربوطة بانسداد أفق التنمية. كيفاش ناخذ نقطة ولا اثنين باش نرجع معك لحكاية الضرائب وعلى الشعار اللي ديما يترفع اللي هو العدالة الجبائية في معناها البسيط جدا. يعطيك صح. العدالة الجبائية ايش معناها؟ معناها اللي يعني عنده مداخيل أكثر يلزمه يدفع جباية أكثر، واللي عنده مداخيل أقل يلزمه يدفع أقل. وهو هذا التعريف البسيط اللي نجمه الناس كل نتفقوا فيه. عمليا باش نربط باللي قلتيه، كي نشوفوا ميزانية الدولة الأموال المتأتية إلى ميزانية الدولة من الضرائب، نعم، نلقاو 80% من عند الموظفين. هذيك قلت لك إيش معناها؟ معناها النظام الجبائي المعمول في تونس مجعول من الأول باش يكون منظومة تشجع على التهرب. مع الأسف معناها هي منظومة حماية الفرود فيسكال بطبيعتها. ليه؟ ليش؟ لأنك أنت موظفة تاخذي في شهريتك عند الدولة، شهريتك من عندهم، ما تنجميش تهربي من الدفع، وبالعكس يقص عليك من غادي لغادي وانتهى الأمر، وساعات يقص عليك أكثر شوي ها وتمشي تلقي روحك شي يسميو فيها جماعة القبضة تروبيرشي. بينما الناس اللي منتصبة ولهنا باش نفهموا، أيوة الناس المنتصبة اللي احنا ما عندناش مشكل معاهم، باش اللي يسمعوا فينا ما يظنوش اللي احنا عندنا مشكلة، بالعكس نحكيوا على احنا نحبوا الاقتصاد فيه استثمار ونحبوا ناس يخدموا لارواحهم ونحبوا يصنعوا ينشئوا المشاريع. لا عندنا مشكلة سي خالد سامح، عندنا مشكلة سي خالد سامح، لا ما عندناش مشكلة معهم هما، لا مش معهم هما شخصيا فوالا. الإشكال هو مع هذا النظام. إيه قلت أنا ما عندناش مشكلة، النظام الجبائي ما عندناش مشكلة مع فكرة الاستثمار شخصيا، ما فما حتى إشكال. باش نفصل للناس اللي تسمع فينا ونجموا حتى الناس الليبرال يسمعوا فينا تو، باش نقول لك راهو نحكيو على نظام ضريبة تصاعدي اللي تحدث عليه البارح رئيس الجمهورية. راهو لا يمكن تطبيق نظام الضريبة التصاعدي إلا بإصلاح جبائي حقيقي. سمح لي باش نوضح الحكايه. حتى الناس المنتصبين للحزب الخاص نعم راهم ما همش شكاره واحده زاد. صحيح. علاش؟ سبق اثرنا الموضوع هذا في حصه سابقه، ان المنتصبين للحزب الخاص هم عندهم مؤسسات صغيره، يعني تجي تكون مؤسسه هو اخوه ولا هو ولده ولا هو نسيبه، والا مؤسسه متوسطه.
لهذوما الغالبيه الساحقه من المؤسسات اللي موجودين في بلادنا اللي هي تفوت النسبه نتاعها 94 إلى 95%. هذوما كما الموظفين ضحايا السياسه الضريبيه، لانهم هما بيدهم احيانا يلقاو رواحهم يدفعوا في الضرائب قبل ما يبداو يخدموا نتيجه البيروقراطيه الاداريه. احيانا توظف عليهم ضرائب وهما ما وصلوش للمداخيل اللي يفترض انهم يدفعوا مقابل تلك المداخيل تلك الضرائب. ما كي نجيو توا نبربشوا بالصحيح، ما شكون اللي قاعد متهرب؟ اللي متهرب هو اللي يهرب، هو الكبير المتهرب هو اللي يهرب. اي حقيقه حييك خالد المتهرب هو اللي يهرب. يعني المساله يلزمنا شويه شجاعه باش نشوفوا واقعنا كما هو. وحتى هما راهو اصحاب المؤسسات الكبيره، احنا ما عندناش معاهم مشكل، اما عندنا مشكل وقت اللي هما يحبوا يهيمنوا على كل ثروات البلد ويحبوا يكونوا هما باللغه الشعبيه البسيطه داخلين في الربح خارجين من الخساره. كيف يحبوا هما يستثمروا وياخذوا يعني عصاره الاقتصاد يحطوها في مكاتبهم من غير ما يعطوا للدوله اللي هو اللي هي مكنتهم من هذا الوجود، بل وهي التي مكنت عددا كبيرا منهم من امتيازات ما كان ينبغي ان يتمكنوا منها. هنا جوهر المشكل. وقت اللي هو من الاول عنده امكانيه النفاذ الى السوق، معناها عنده لاكسي ومارشي، وعنده النفاذ الى التمويل لاكسي او فينونسمون، وقت اللي زاد هو عنده ساعات الاكسكلوزيفيتي يعطيوها له في المجال هذاك بقوانين وبقوانين مررت في البرلمانات المختلفه والمتعاقبه وبتراخيص من الاداره التونسيه. بالطبيعه شنو النتيجه؟ النتيجه اللي هو يحس بروحه بريفيليجي، معناها عنده بالله الشعبيه نتاعنا باندي وهذاك علاش ما يدفعش الضرائب؟ مش بشرطي هي، ما نعاود نرجع لك اليوم كي انت ما صلحتش الجبايه، وكل قانون ماليه نحكيو فيه الموضوع صلح الجبايه، ويخرج الخبراء يقول لك قانون الماليه 2024 قانون جبايه بامتياز، تخرج وزيره الماليه وتقول لهم لا ماهوش قانون جبايه وريتو قانون جبايه، وتعاود تعاود سنين نفس الكلام قانون جبايه، وتخرج الماليه وتقول لا ماهوش جبايه. وزيره الماليه استعرضت دايوغ جمله من الاجراءات الماليه اللي تم اعتمادها في قانون الماليه ميزانيه الدوله 2025، وتحدثت وانه القانون هذا يهدف بالاساس الى تعزيز المقدره الشرائيه للمواطن، دعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات محدوده الدخل. ولكن من جهه اخرى كيف تحدثت على حفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة؟ المبادرة الخاصة هذه في ظل كيفاش تجي عبد باش يبادر؟ ما باش يمشي يستثمر، باش يستثمر، باش يستحق قرض، كيفاش يبدا الفائدة المديرية طالعة؟ شنو باش يعمل؟ عندك اليوم سعر الدينار والصرف مقابل المواد اللي باش يستوردها، ديما باش ندور ونرجع في نفس الحلقة، منين بدينا من الصفر؟ عندك نظام الجبال، عندك الفائدة المديرية، وهذا ممكن ما تصلحوش. حتى المؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم تعاني عجز كبير، اللي هي من المفروض خالد كرونا حلقة لدعم الاستثمار وعجلة الاستثمار والميزانية العمومية، المالية العمومية إجمالا. العلة الأساسية المستحكمة في الاقتصاد في اقتصاد بلادنا، نعم، أنه مجالات الاستثمار في العالم كل ما هيش مجالات متساوية في مستوى إنتاج القيمة المضافة. نعم جماعة اللي بالقداء، المشاريع اللي هي فيها المجالات اللي فيها قيمة مضافة عالية استحوذوا عليها وبالقانون سكروها على غيرهم، شنو تكون النتيجة؟ تحكي على المونوبول. نحكي مش على المونوبول اكزاكتومون، نحكي على المخازنيه باللهجه الشعبيه نتاعنا، نحكي على لي رونتي باللغه الفرنسويه، يعني الناس اللي هما الاقتصاد الموازي خالد كرونا. اي بشوي هذاك مشكله اخرى، لانه منين جاءوا الاقتصاد الموازي؟ وقت اللي انت تسكر الابواب امام الاستثمار، وقت اللي انت المشاكل العقاريه في البلاد ما حليتهاش، نعم، وقت اللي انت ثم مشكله في دخول السوق، نشأت بمرور الزمن نشأت مع الجماعة اللي حكينا عليهم المخزنية، نشأت فيها أخرى نجم نسموها المافيا. المافيا هذه بتعبير بسيط مافيا اقتصادية، أثرياء ما بعد الثورة. لا هذوما الناس اللي قاعد، لا مش بعد الثورة، من قبل. مش المهدئين، من قبل ما زادوا شوية. قبل خاطر كان النظام بن علي يعطيهم مجال صغير يتحركوا فيه، بعد الثورة ولاو يعينونا في الوزراء. ها هو الشيء اللي صار في الاقتصاد. النتيجه نتاع هذايا باش نعرفوا، هذوما ناس يخدموا خارج القانون، هاوش معناها مافيا. كي نحكي على المافيا نحكي على ناس يخدموا خارج القانون تماما، وهذاك علاش السوق مغارق بسلاح.
الدولة ما خذتش الجباية متاعها وسلع فلاحين كثيرة ما هيش معناها مناسبة للمواصفات المقبولة في التشريعات التونسية. وهذاك علاش ثم جهاز كامل يتحكم إلى درجة أنك تسمع أرقام فلكية يجمع عليها الاقتصاديون فيما يسمى الاقتصاد الموازي. إيش عملت الدولة باش نوصلوا للحكاية اللي تحكي عليها مدام نمصية متاع الإدماج؟ شنو معناها تدمج الهامش؟ تدمج الهامش معناها الاكتيفيتي باراليل ترجعها للاقتصاد اللي يسموا فيه مهيكل. ما تنجمش تعملها وقت اللي أنت ثم مجموعة حزمة من الإجراءات الشجاعة ينبغي أن تقوم بها الدولة الشجاعة. أولها أولها الإصلاح العقاري. هاش معناها بالفلاقي؟ كي تجي تشوف أنت أكبر الأحياء الشعبية، ماهوش معقول بلاد فيها 12 مليون برك كما تونس نلقاو فيها حي شعبي بحجم مثلا حي التضامن. أيوة. شكون اللي عنده غديكا تيتلفونسي؟ لا احد. اش معناها؟ معناها السيد يعيش غديكا ويحس روحه كاري مش ملاك، ماهوش ملاك في بلاده. وقت اللي انا السيد هذاك نحل المشكل كدوله باهي، صحيح هو اصله بناء فوضوي واصله ترشنيه، لكن انت دخلت له باب الكهرباء وجبت لهم الطرقات وجبت لهم الماء وجبت لهم الانترنت، ما هو ولات مدينه كامله. كم نفضل المشكل العقاري توكي واللي هو عنده املاكه العقاري. خالد كرونا سامحني قطعتك، مش كان في الاحياء الشعبيه؟ لا وحتى في مرض القنفلة الحيه اللي جايك في المنار هنا مش بعيد، فما شيء. لا باش نعطيك الرقم، ثم على الاقل 60% من البارك موبيلي في تونس ما فيش شهادة ملكية، موش فيابيليزي. شنو معناها هذا الإدماج؟ كيف باش يصير؟ وقت اللي أنا نجي للأحياء، وهذا ما تجارب مقارنة صارت في بلدان، نجي نحل المشكل هذايا. السيد اللي كان موجود غديكا وجاء على خاطره هو ترك نشاطه الفلاحي الأصلي وجاء استقر لهنا يبحث عن لقمة العيش، وقت اللي أنا داره اللي بناها ما نعرفش كيفاش تولي قانونية، ما ينجم يولي بنكاريزي، ينجم يمشي للبنك وينجم ياخذ قرض وينجم يخرج من البارالال وينجم يعمل مؤسسه صغيره فعود عامل برويطه يبيع فيها في التفاح ولا في الهندي. وقت اللي المناطق هذه تولي تحل مشكلتها حتى من الناحيه الامنيه، الدوله تولي تعرف الحي هذاك، تولي ثم بنك دو دوني وتفكروا ازمه الارهاب في السنوات الماضيه. وقت اللي احنا ما خذيناش قرارات الشجاعه صحيح. حكومه بعد حكومه صح. وما حاجه اخرى الاصلاح هذا نحكي فيه مربوط هذا بالريف، مربوط بالاراضي الفلاحيه. يعني تصور انت تحل المشكل، مازال عندك مشكل في تمويل الفلاح لنفسه باش ينتج، قداش ثم من هكتار يملكوه فلاحه صغار وما ينجموش يستغلوهم على خاطر ما لقاوش تمويلات وعلى خاطر القوانين صح. مش لازم نسمعوا الكلام الفارغ اللي يقولوا فيه كل عام وقت اللي يجي نقشوا الميزانيه، دعم الفلاحين، الفلاح ما عندوش، الفلاح الصغير ما عندوش بشنو يستثمر. النتيجه احنا الحلول تحتاج مجهودات اداريه وشجاعه قرار سياسي كبير يمكن على مدى سنتين أو ثلاثة أن يغير جديا جديا يغير وقع الهامش، لكن احنا مازال لحد الان الطاقات المتجدده ايضا اللي عندها راهو رونتابيليتي كبيره راهي تنجم تساهم بشكل كبير في ميزانيه الدوله. الاقتصاد الاخضر وما ادراك ما الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الرقمي تحكي عليه في قمه المناخ اللي مؤخرا اللي كانت احتضنتها من سنتين تقريبا شرم الشيخ في مصر، حضر فيه العالم الكل الاقتصاد الاخضر. وين نحن من الاقتصاد الاخضر اليوم؟ الطاقات المتجدده هذا موضوعنا في ساعتنا الثانيه في الانترفيو مع ضيفي. ولكن قبل ما نواصل معاك رفيق قبل ما نمشيو للبنان والوضع ميدانيا بالشرق الاوسط، اليوم او البارح رئيس مجلس الوزراء اللي اجتمع المجلس الوزاري تحدث عن خيار العداله الجبائيه، تعزيز المقطع الشرائيه، حفظ الاستثمار، مواصله تدعيم الاسس الاجتماعيه. في كلمه خالد كرونا، هل هذا يمكن فعلا ترجمته على ارض الواقع باش يكون موجود بشكل ملموس في الميزانيه القادمه؟ ما نجمش نحكم على نص مازال ما ريناهش، اما انا اقول شيء واحد، يعني النوايا الطيبه لا تصنع الربيع. وقت نشوفوا النص ونشوفوا خاصه مثلا ناخذ مثال بسيط، يقول لك باش نعملوا صندوق لتامين الناس الذين فقدوا شغلهم، معناها باش نعملوا كاس تاع شوماج كيما الفكره هذه فكره ممتازه جدا، فكره هائله. اي كيفاش باش يتمول؟ كيفاش باش يتنظم؟ كيفاش باش يصير؟ وقتها نحكم، ما نجموش نحكم ولا حاجه مازال ما ريناهاش.
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري تعلن اليوم عن استشهاد المذيعة صفاء أحمد إثر قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق اللي مشي فيه تقريبا ضحيته 3 مدنيين من بينهم المذيعة بالتلفزيون السوري في الغارات الإسرائيلية في الأثناء. البارح نحكيه على عمليات برية في لبنان، واليوم الحديث معك رفيق في آخر تحيين ونوست العمليات البرية. نحكيه على عملية سهام الشمال، هذا الاسم اللي تم إطلاقه على العملية البرية اللي يقول جيش الاحتلال الصهيوني أنها بتكون محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد مواقع حزب الله. عملية جي في حالة ترقب دولي قدام إمكانية تصاعد المعركة اللي زاد مراقبين يعبروا على خوفهم من أنها تتسع لحرب شاملة. العملية تشمل هجمات منسقة بين القوات البرية وسلاح الجو الإسرائيلي، بالإضافة لقصف مدفعي يستهدف البناء التحتية التابعة لحزب الله. في المقابل حزب الله ينفي حدوث أي اشتباك بري مباشر حتى التوى، ويقول كون كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان هي كاذبة. في المقابل يأكد حزب الله أنه بش يلحق أكبر الخسائر وسط القوات الصهيونية اللي تحاول يقول أنها تدخل الأراضي اللبنانية، ويعبر على استعداد عناصره للمواجهة مع قوات العدو. ويقول حزب الله زاد كونه رد بقصف قاعدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد، ويقول كونه هذه إلا البداية. بإيجاز حكينا فيه الوضع البارح وما زال متواصل على ما يبدو، سمعنا بهرج كبير من التصريحات للجيش الصهيوني، في المقابل لم يتغول حتى قوات اليونيفال اليوم في بلاغها اليوم تؤكد أن هو ليس هناك جندي واحد من الاحتلال وطئ أرض لبنان على البر نتحدث. يعني دعونا من هذا، شوف فكرة أن المقاومة انتهت وانكسرت فكرة باطلة، فكرة أن الصهاينة يمكن أن يدخلوا لبنان في نزهة رائقة فكرة باطلة وفكرة سخيفة أيضا. فكرة أن المقاومة انتهت هذه فكرة ساذجة. كل ما سيجري على الأرض هو مع حرب طويلة وحرب طاحنة. وأظن أنه لو التفتنا اليوم إلى ما يجري في تل أبيب وما والصواريخ التي نزلت، ومليون ونصف صهيوني بات البارحة أيضا للمرة الثانية في الملاجئ، سنفهم أن الأمر لن يكون كما شاء الأعداء. وللحديث بقية معكم غدوة في بالبنت العريض بعد الأخبار، راجعين مواصلين في استوديو الوطنية. هذه موجات الإذاعة الوطنية، مرحبا. الدكتور